تعرفون القول المنتشر الذي مفاده أن الدولة الوحيدة التي لن يحدث بها انقلاب هي الولايات المتحدة، وذلك لعدم وجود سفارة أمريكية بها. في هذا التقرير نخبرك ماذا فعلت السفارة الأمريكية في كثير من دول العالم، ولماذا انتشرت هذه المقولة بقوة. من المنطقي أن تكون بعض سفارات أمريكا المنتشرة في العالم مصدر رعب وقلق لكثير من الرؤساء والحكام، فقد يبات أحدهم رئيساً يهابه شعبه ويستيقظ ليرى نفسه معتقلاً أو حتى مقتولاً، ورئيس آخر يجلس على كرسيه. فواشنطن تجيد لعبة تحضير الانقلابات حتى وإن فشلت في بعضها. وهنا نحكي لك أشهر هذه المحاولات التي وقفت وراءها الدولة التي تدعي أنها راعية الديمقراطية والحريات في العالم. انقلاب بنكهة النووي. كوبا هي أكثر دول العالم في قلة الحظ، فهي من الدول القريبة من حدود الولايات المتحدة، لذا من البديهي لواشنطن أن تتدخل في شؤون البعيد، أن تتدخل في شؤون القريب، حتى أنها أي أمريكا سبق لها وأن احتلت جارتها كوبا أواخر القرن التاسع عشر، وخرجت منها مطلع القرن العشرين، وتحديداً في العام 1902، وبالطبع خرجت دون أن تخرج، أي أنها حافظت على وجودها هناك. فبعد أول انتخابات ديمقراطية في كوبا عقب الاحتلال الأمريكي، انقلبت واشنطن على الرئيس المنتخب عام 1906، وعينت حكومة عميلة لها، لكنها سرعان ما انقلبت حتى على الحكومة التي عينتها، وأعادت احتلال كوبا العام 1917، وخرجت منها عام 1923. ومن هنا تفهم سر العداء بين كوبا وأمريكا، فلطالما كانت الجزيرة اللاتينية هدفا لواشنطن، لكنها حافظت على أن تبقى عصية عليها. وازداد العصيان هذا بعد وصول فيدل كاسترو للحكم عقب الثورة الكوبية خمسينات القرن الماضي ضد النظام الموالي لواشنطن، لتبدأ أمريكا بالتخطيط للانقلاب على الرجل. ومنذ اللحظة الأولى، حيث قامت مطلع ستينات القرن العشرين بعملية عسكرية تعرف باسم غزو خليج الخنازير، منيت فيها أمريكا بهزيمة ساحقة من قبل الشيوعيين والجيش الكوبي المدعوم من السوفييت أنذاك، لتنتقل واشنطن عقب ذلك لمحاولة انتزاع كاسترو بالقوة، وعبر اغتياله في أكثر من مرة فشلت فيها جميعها، ما دفع كوبا لطلب الدعم السوفيتي، والذي تطور لنشر موسكو صواريخ نووية في الجزيرة جارة أمريكا، والتي عرفت بأزمة الصواريخ الكوبية التي كادت تؤدي أنذاك لحرب نووية. انقلاب أنجب دولة. وهنا أغرب قصص واشنطن مع الانقلابات والتدخل بالدول، حيث في أواخر القرن التاسع عشر أراد الفرنسيون حفر قناة كتلك التي حفرت في سيناء المصرية، لكن في أمريكا الوسطى، لتصل المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ. أنذاك عرف المشروع بقناة بنما، وكان على أرض كولومبيا، لكن لم تكمل باريس المشروع وتركته ورحلت لتتلقفه واشنطن، لكنها اصطدمت بمعارضة الحكومة الكولومبية أنذاك، فكان رد واشنطن غريباً، حيث قامت بصنع دولة وأسمتها بنما، وجعلتها بالقوة تستقل عن كولومبيا العام 1903، وأتمت هي الإشراف على حفر القناة وأنهتها العام 1914. لكن القصة لم تنتهي هنا، فقد حافظت أمريكا على نفوذها في بنما، وعينت حاكماً للبلاد واحداً تلو الآخر، وغالبيتهم عملاء علنيون لها، حتى العام 1988، حين قرر أحد العملاء البناميين التابعين للمخابرات الأمريكية، وهو الجنرال مانويل نورييغا، الانقلاب على رئيس بنما المعين أمريكياً، لتقرر أمريكا الانقلاب على انقلابه وإزالته من الحكم العام 1989، واختطفته من قصر الرئاسة بملابس النوم كما قيل، واحتلت أمريكا بنما حينها ب2500 جندي فقط، وعينت بالسلطة الرئيس غييرمو أندارا غاليماني. انقلابات حروب الموز.
مصطلح حروب الموز قد يبدو شائعاً للبعض لاقترانه بما يعرف بجمهوريات الموز، وهو مصطلح ظهر في بداية القرن العشرين للإشارة إلى الحروب التي اندلعت في دول الكاريب في تلك الفترة من التاريخ. وارتباطها بالموز هو لكون شرارة هذه الحروب كانت مزارع الفاكهة وتحديداً الموز التي سببت خلافاً بين أمريكا والأوروبيين. وتلك قصة طويلة نرويها لكم في فيديوهات قادمة. وما يهمنا هنا هو حرب واشنطن على نيكاراغوا، الدولة التي ما زالت تعادي أمريكا حتى الآن، حيث احتلتها ما بين العامين 1913 و1933، ما ساهم باندلاع حرب أهلية في البلاد قضى فيها الآلاف من أجل إيصال حكومة موالية لواشنطن نجحت فيها الولايات المتحدة بداية، ثم سرعان ما عادت البلاد ثمانينات القرن الماضي لموجة العنف. وأيضا تدخل الأمريكيون بدعم ما عرف بجيش الكونترا، وأدت هذه الموجة لمقتل ما لا يقل عن 30,000 إنسان في سبيل ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة. لكن الحال انتهى بسيطرة اليسار الذي يحكمون إلى الآن. انقلاب باسم الديمقراطية. هايتي هي دولة بائسة في هذا العالم، ليس بحكم الكوارث الطبيعية التي حلت بها، وإنما أيضا لكونها في مرمى النفوذ الأمريكي، حيث سبق لواشنطن احتلالها العام 1915 وظلوا فيها حتى منتصف الثلاثينات. وخلال تلك الفترة قالوا إنهم سيأتون بالديمقراطية للبلاد، فعينوا فيها حاكما ديكتاتوريا يدعى جان فيلبرون غيوم. كان أحد الحكام القلائل في العالم الذين شرعوا العبودية. ولم تنتهي قصة هايتي هنا، فحتى بعد تلك الفترة بعشرات السنين أعادت أمريكا ذات الأمر مع الجزيرة وبذات حجة نشر الديمقراطية، ودعمت انقلابا تحولت فيه هايتي لدولة شبه فاشلة تعيش على المساعدات. انقلابات بلمح البصر. عبر عملية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية أطاحت واشنطن العام 1954 برئيس غواتيمالا المنتخب ديمقراطيا خاكوبو أربينز، لتضع مكانه دكتاتورا هو كارلوس كاستيو أراماس، وتتسبب بحرب أهلية دامت 36 عاما وأسقطت أكثر من 200,000 قتيل. كذلك الحال في جمهورية الدومينيكان، حيث احتلت أمريكا البلاد العام 1966 بعد انقلاب على حكومة منتخبة ونصبت حكاما موالين لها بعملية أسفرت عن مقتل الآلاف. انقلاب قلب إيران. في مطلع خمسينات القرن الماضي وتحديدا العام 1953 انتخب الإيرانيون محمد مصدق لرئاسة الحكومة، وهو رجل وطني أراد تأميم النفط في البلاد. فقامت المخابرات الأمريكية بتنظيم انقلاب عليه أطاح بحكومته وأعاد للشاه صلاحياته ونفوذه. ومنذ ذلك الحين بدأ العداء بين الإيرانيين والأمريكيين، حيث اعتقد الفرس أن واشنطن من ساهمت بدعم استبداد الشاه، ما تسبب لاحقا بالثورة التي أطاحت بالشاه العام 1979 وقدوم الخميني لحكم البلاد. انقلاب بمليون جثة. في العام 1965 تحرك جنرال اندونيسي يدعى سوهارتو لقيادة حرب ممنهجة ضد الشيوعيين في البلاد وضد حكومة سوكارتو الرئيس الذي قاد البلاد للاستقلال. فنشبت حرب أدت لمقتل مليون إنسان، وأسفرت عن وصول سوهارتو للحكم بدعم أمريكي يستمر بالقيادة حتى العام 1998 في واحدة من أسوأ الحقب التي مرت على البلاد. انقلاب تشيلي. في العام 1973 انقلب الجيش والشرطة في تشيلي على الرئيس المنتخب سلفادور أليندي، وخلفه الجنرال أوغوستو بيونشي الذي تحت حكمه طيلة 27 عاماً. اختفى 3,200 سياسي في ظروف غامضة، واعتقل أكثر من 30,000 آخرين. وكشفت المخابرات الأمريكية لاحقا أنها هي التي هيأت بالتعاون مع جيش تشيلي انقلاب بينوشيه. انقلابات باتصال. في دولتين اعتبرتا تاريخيا حليفتان لأمريكا
هما باكستان وتركيا، شهد لسنوات كثيرة سيطرة الجيش على الحكم عقب انقلاب تلو الآخر، غالبيتها تمت بدعم أمريكي. وصل حد وصف البعض لهذه الانقلابات أنها كانت تتم على الهاتف باتصال بين واشنطن وقادة الجيش في هذه البلدان. وأسفرت هذه الانقلابات في كل بلد عن إعدام رؤساء كعدنان مندريس في تركيا وذوالفقار بوتو في باكستان. وعبر استعراض سلاسل الانقلابات هذه والتي جرت برعاية أمريكية مباشرة وإشراف من عملائها في كل مكان، يتبين شكل السياسة الأمريكية الخارجية والتي أسفرت عن مصرع الآلاف بحجة التدخل من أجل الديمقراطية. واللافت بالأمر أن معظم هذه الانقلابات جاءت بحكومات ديكتاتورية لكنها موالية لأمريكا، ومن هنا يصبح من السهولة بمكان فهم العبارة التي ذكرت في مطلع التقرير، وذلك لكثرة ما جرى من انقلابات تحت رعاية واشنطن وبإشراف من عملائها وسفاراتها التي حيث توجد. فهنالك احتمال كبير بأن انقلابا قد يجري في حال خرج رئيس عن طوع الأمريكيين.